السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلاب الصف الثاني الابتدائي، أهلا بكم ومرحبا. وبعد أن انتهينا من المنهج كاملا، نقوم بمراجعة الوحدتين الخامسة والسادسة من خلال بعض أسئلة الاختبارات. نتدرب كيف نحل هذا الاختبار ونجيب عن أسئلة البعض، وتجيبون أنتم عن البعض الآخر. معنا اليوم الوحدة الخامسة والوحدة السادسة. ماذا تتوقعون أن يكون موضوع درسنا اليوم؟ التوقعات هي حل الاختبار. ما أهدافكم في هذا الحل؟ كيف نقوم بحل الاختبار؟ كيف نصل إلى الدرجات النهائية؟ ما هي فنيات حل الاختبار مع نماذج محلولة؟ هيا بنا نبدأ أبنائي الأعزاء. أولاً، الاختبار الأول وهو خاص بالوحدة الخامسة. السؤال الأول: من درس آداب الزيارة غابت وفاء عن المدرسة، فسألت المعلمة عنها فعلمت أنها مريضة في المنزل. هناك شيء يطلب منا، هو أستخرج من الفقرة السابقة كلمة بها عند بعض المطلوبات. كلمة تبدأ بها القمرية، كلمة تنتهي بتاء مربوطة، كلمة بها تضعيف، كلمة تنتهي بتاء مفتوحة. وبعد ذلك السؤال: لماذا غابت وفاء عن المدرسة؟ من أين نأتي بالإجابة؟ ركز معي عزيز الطالب. هنا بدأ السؤال من درس آداب الزيارة، بعدها نقطتان ثم علامة تنصيص، علامة تنصيص أخرى في نهاية الفقرة، ما بين علامتي التنصيص هذه الفقرة التي أحصل من خلالها على جميع الإجابة عن الأسئلة المطلوبة. إذن ليس لي علاقة بكلمة من، ولا كلمة درس، ولا كلمة آداب، ولا كلمة الزيارة. بداية حل من غابت وفاء إلى كلمة المنزل، هذه هي الفكرة التي أستخرج منها آل القمرية والتاء المربوطة والتضعيف والتاء المفتوحة. ونفس هذه الفكرة هي التي يدور حولها سؤال: لماذا غابت وفاء عن المدرسة؟ نبدأ الإجابة. عرفت الآن المطلوب مني القمرية، والمطلوب مني تاء مربوطة، والمطلوب مني كلمة بها تضعيف، وكلمة تنتهي بتاء مفتوحة. أبحث أولا عن كلمة بها القمرية، أقرأ النص من بدايته إلى نهايته حتى تقع عيني ليس على كلمة واحدة ولكن أكثر من كلمة بها القمرية ليطمئن قلبي. نقرأ معا: غابت وفاء عن المدرسة. هنا قابلتنا كلمة المدرسة وبدأت بها القمرية، لأن اللام عليها سكون وقد نطقت هذه اللام، والحرف الذي بعدها ليس مشددا وإنما به حركة من الحركات القصيرة. الحركات القصيرة ثلاثة: الفتحة والضمة والكسرة. هذه أول كلمة بها لام قمرية. نكمل القراءة: فسألت المعلمة، المعلمة بدأت بألف واللام، واللام ساكنة بعدها متحرك حركة قصيرة ونطقت اللام، إذن كلمة المعلمة كلمة بها القمرية. نواصل القراءة لمزيد من الكلمات ليطمئن قلبي وتكون إجابتي أفضل وأفضل. فسألت المعلمة عنها فعلمت أنها مريضة في المنزل، كلمة المنزل كلمة بها القمرية. إذن معنا ثلاث كلمات بها القمرية، يكتفي أن نكتب كلمة واحدة، ويصح أن نكتب كلمتين أو الكلمات كلها وهي ثلاث كلمات. الجزئية الثانية: كلمة تنتهي بتاء مربوطة. أقرأ: غابت، كلمة غابت انتهت بتاء ولكنها ليست مربوطة وإنما مفتوحة. غابت وفاء عن المدرسة، كلمة المدرسة انتهت بتاء مربوطة، نكتبها فتبتها هناك مع القمرية. أعيدها ثانية لأن بها أكثر من ظاهرة لغوية، أصح أن أكرر الكلمة إذا تعددت الظواهر اللغوية فيها. فسألت المعلمة، سألت انتهت بتاء مفتوحة ليست معنا الآن، ولكن المعلمة بها تاء مربوطة أكتبها أيضا. فعلمت أنها مريضة، كلمة مريضة بها تاء مربوطة، في المنزل ليس فيها شيء. إذن معنا ثلاث كلمات: كلمة المدرسة، كلمة المعلمة، كلمة مريضة، كل هذه الكلمات انتهت بتاء مربوطة. الجزئية الثالثة: كلمة بها تضعيف، يعني شدة، شدة مفتوحة أو مضمومة أو مقصورة. نقرأ معا: غابت وفاء عن المدرسة فسألت المعلمة. حرف اللام نطقته مرتين، الأولى ساكنة مع العين والثانية مفتوحة، إذن في هذه الكلمة حرف تضعيف هو اللام. عنها فعلمت أنها، النون مشددة أو مضاعفة عليها شدة بالفتح، إذن هذه الكلمة بها تضعيف.
مريضة في المنزل ليس فيها شيء. إذن معنى كلمتان المعلمة وكلمة أنها بهما تضيف. كلمة تنتهي بتاء مفتوحة مرت بنا وهي كلمة غابت وكلمة سألت وكلمة علمت، وهذه هي الإجابة. المدرسة المعلمة المنزل، المدرسة المعلمة مريضة، المعلمة أنها غابت سألت. ننتقل إلى الجزئية الثانية، لماذا غابت وفاء عن المدرسة؟ نقرأ في الفكرة: غابت وفاء عن المدرسة فسألت المعلمة عنها فعلمت أنها مريضة في المنزل. إذن سبب غياب وفاء ليس تكاسلا، ليس لأنها لم تكتب الواجب، ولكن لأنها مريضة شفاها الله عز وجل. السؤال الثاني من نص محمد وديع، أكمل مكان النقط. محمد نقط يحبه الجميع لأنه مهذب، لأنه نقط. وأريد أن أكتب معنى كلمة وديع. أنتم جميعا تحفظون النص وتعرفون من خلال المعجم الصغير معنى كلمة وديع، فتكون الإجابة: محمد وديع يحبه الجميع لأنه مهذب، لأنه مطيع، وكلكم فيكم صفات هذا الطالب الوديع المطيع. معنى كلمة وديع، وكلكم من الطلاب الذين تتميزون بهذه الصفة، معنى كلمة وديع أي هادئ. السؤال الثالث: أملأ الفراغات فيما يأتي بحرف المد المناسب. المد عندنا ثلاثة: بالألف والواو والياء. المد بالألف لابد أن يكون ما قبله مفتوحا، الحرف الذي قبله عليه فتحة. المد بالواو لابد أن يكون الحرف الذي يسبقه عليه ضمة. المد بالياء لابد أن تسبك بحرف مكسور. الكلمة الأولى: وطني، نون مكسورة. ماذا تحتاج هذه النون المكسورة؟ هل تحتاج إلى أن نمدها بالألف أو الواو أو الياء؟ أحسنتم، نمدها بالياء، فأقول وطني. كلمة السعودية، العين عليها ضمة. ماذا تحتاج هذه العين لكي نمدها؟ هل نمدها بالألف أو الواو أو الياء؟ أحسنتم، ما دامت عليها ضمة فنمدها بالواو، لأن الواو يناسبها ضم ما قبلها. كلمة الرية ض، الياء عليها فتحة. ماذا تحتاج هذه الياء الطيبة؟ تحتاج أن نمدها بالألف، وتكون الإجابة كما قلتم: وطني السعودية الرياض. ننتقل إلى السؤال الرابع: أقرأ الجملة الآتية ثم أرسمها بخط النسخ. نقرأ الجملة جيدا حتى نستوعب هذه الجملة، حتى وأنا أرسم هذه الجملة أحسن رسمها. من آداب الزيارة أن نقرع الباب بهدوء. عندي كم سطر؟ عد معي: 1 2 3 4. السطر الثاني سطر من اللون الأحمر وهو غليظ، هذا الذي أرسم عليه الحروف. إذا كانت الحروف طويلة من أعلى، مثل الألف، مثل اللام، مثل الكاف، يصل نهايتها إلى السطر الأول. إذا كانت الحروف ممتدة إلى أسفل قليلا، مثل الراء ودوران السين والشين والصاد واللام، تكون على هذا الخط الذي يمثل النقط ويسمى بالخط الوهمي. إذا كانت الحروف لها إطالة من أسفل أطول، مثل حرف الميم في نهاية الكلمة وحرف الحاء والعين والخاء والغين والجيم في نهاية الكلمة، ننتقل إلى هذا السطر الرابع. إذن نبدأ أيها الأبناء الأعزاء من السطر الذي باللون الأحمر، أرسموا عليه. إذا كان الحرف هذه الألف، يكون بدايته من أعلى إلى هذا الخط الأحمر. إذا كان الحرف كهذا الحرف مثل العين، ينتقل نهايته إلى السطر الرابع، وهكذا باقي الحروف ترسم على السطر. أريد منك خطا جميلا مثلك مع مراعاة التشكيل، هذا هو خط النسخ. إذا كان خطك جميلا استطعت أن تقرأ، استطاع الآخرون أن يقرأوا خطك وأن يفهموه وأن تحصل على أعلى الإجابات، وفقكم الله جميعا. ننتقل بعد ذلك إلى الإملاء، وسأعطيكم في نهاية الدرس رابط لورقة العمل للإملاء. يقوم أحد أفراد أسرتك، أحد الوالدين الكريمين أو أحد الإخوة الأعزاء، يقوم بإملائك أي فكرة من الوحدة الخامسة مع مراعاتك أيها الإبن العزيز للتشكيل والحركات. وإلى هنا نكون قد انتقلنا إلى الاختبار الثاني، والذي عليك أن تقوم بحله، وهو من درس الرسول قدوتي في العفو والتسامح. نبدأ معا، وهذا خاص بالوحدة السادسة، كيف نحل هذا الاختبار. لن أطيل عليك، سأجري معك سريعا لأنك قد استوعبت معي في الدرس السابق كيف تقوم بالحل.
أريد من هذا الدرس أن أستخرج كلمة بها التنوين بالضم وكلمة تبدأ بألف القمرية، ونبحث عن كلمة هي فعل من حيث النوع، ونبدأ عن كلمة تبدأ بمد بها مد بالألف. وسؤال: كيف دخل فواز المنزل؟ نقرأ معا: دخل فواز المنزل غاضبا، الوالد: ما بك يا فواز؟ هذه الفكرة القصيرة سنحصل منها على الإجابة عن كل الأسئلة التي وردت في هذا السؤال. أريد كلمة بها التنوين بالضم، اقرأ معي: دخل فواز، أول كلمة قابلتنا كلمة فواز بها التنوين بالضم، المنزل ليس بها التنوين، غاضبا بها تنوين ولكنه ليس التنوين بالضم، إنه تنوين بالفتح لا نحتاجه الآن. الوالد ليس بها تنوين لأن الوالد بدأ بالألف واللام، وكل كلمة تبدأ بالألف واللام لا تنتهي أبدا بالتنوين، لا يجتمع التنوين مع الكلمة المعرفة. ما بك يا فواز ليس بها التنوين، إذن هي كلمة واحدة وهي كلمة فواز التي بها التنوين بالضم. أريد كلمة تبدأ بألف القمرية، دخل فواز المنزلة، المنزلة كلمة بها القمرية، غاضبا الوالد، الوالد بها القمرية. ما بك يا فواز ليس بها شيء، لابد أن أقرأ الفكرة كلها مرة واثنتين وثلاثة حتى أتأكد من إجابتي وحتى أحصل على الإجابة الصحيحة. لا تتعجل عزيز الطالب. أريد فعلا، الفعل يدل على حدث في زمن، شيء نعمله ونفعله في زمن معين. دخل فواز المنزل غاضبا، دخل تدل أن فواز كان في الخارج ودخل، ودخوله للمنزل يخطو على السلم ويدخل إلى الردهة، فهناك زمن يأخذه وهناك حركات بأقدامه، إذن دخل فعل وزمن هذا الفعل الزمن الماضي. الوالد ما بك يا فواز ليس فيها أي فعل. أريد كلمة بها مد بالألف، كلمة دخل ليس بها مد، كلمة فواز بها تنوين بالضم كما أخذنا، وبها تضعيف ولكن بها أيضا مد بالألف لأن الواو المضاعفة الواو الثانية منها عليها فتحة وجاء بعدها ألف مد ففيها مد بالألف. كلمة المنزل ليس بها مد، كلمة غاضبا الغين مفتوحة وبعدها ألف مد ففيها مد بالألف، كلمة الوالد الواو مفتوحة وبعدها ألف مد ففيها مد بالألف، كلمة ما هذا الحرف الاستفهامي أداة استفهام بها مد بالألف، كلمة بك ليس فيها شيء، كلمة يا هذا الحرف الذي يسمى حرف نداء به مد بالألف، كلمة فواز مرت بنا من قبل. إذن الكلمات التي بها مد بالألف: فواز، غاضبا، الوالد، ما، يا. السؤال الذي معنا: كيف دخل فواز المنزل؟ أجد الإجابة في الفكرة معنا: دخل فواز المنزل غاضبا. وهذه هي الإجابة عزيز الطالب لتتأكد من حلك، وأكيد حلكم جميعا تستحقون عليه الدرجة النهائية. السؤال الثاني من نص الدين المعاملة: أقمل مكان النقط، أنا نقط ويرعاني نقط، الكون إيماني، كتاب الله فيه نقط، ونور نقط، عنواني. وأكتب معنا كلمة يرعاني، كلكم تحفظون هذا النص، نقول لكم تعرفون المعجم وتحفظونه جيدا وتعرفون معنى كلمة يرعاني، وتكون إجابتكم كما أتت إلي: أنا طفل ويرعاني بهذا الكون إيماني، كتاب الله في صدري، ونور الحق عنواني. ومعنى كلمة يرعاني بمعنى يحفظني. أسأل الله عز وجل أن يحفظكم جميعا، وأن يحفظنا الله عز وجل بحفظه، وأن يزيل عنا البلاء كله، اللهم آمين. السؤال الثالث: أرتب الكلمات الآتية لأكون جملة مفيدة، سؤال تعبير، كلمات مبسطرة ولكنك إذا أحسنت ترتيبها ترتيبا صحيحا كونت لك جملة صحيحة مفيدة لها معنى يمكنك أن تستفيد به. هي لغز، أريد منك أن تقوم بحل هذا اللغز لتحصل على المعلومة والفائدة من هذه الجملة. عني ذهب الغضب لقد، كيف نرتبها؟ هل أقول عني ذهب الغضب لقد؟ خطأ. هل أقول ذهب عني الغضب لقد؟ خطأ. هل أقول الغضب ذهب عني لقد؟ خطأ. هل أقول لقد الغضب ذهب عني؟ خطأ. أحاول بالتبديل، أبدأ بكل كلمة على حدة حتى أصل إلى الحل الصحيح. الجملة الثانية وأنا أنتظر حلكم الآن: اليوم لا أحد أتشاجر مع بعض، أريد أن أحسن ترتيبها حتى أصل إلى الحل. هل وصلتم؟ البعض منكم وصل إلى الحل فقال: لقد ذهب عن الغضب، هذا حل الجملة الأولى. الجملة الثانية: لا أتشاجر مع أحد بعد اليوم، وإليكم المكافأة من هاتين الجملتين، لقد ذهب عن الغضب، عليك إذا ما غضبت
أن تغير اتجاهك وموضعك، أن تذكر الله عز وجل، أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم الذي تسبب في غضبك ويريد إهلاكك عزيز الطالب، فنكون قد تعلمنا من الجملة الأولى ألا نغضب أبدا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد بالصرعة، ولكن الشديد أي القوي الذي يملك نفسه عند الغضب، الذي يستطيع ألا ينتقم حال غضبه، الذي يكون يخرج من غضبه إلى حالة الرضا والهدوء والعفو والتسامح. الجملة الثانية تهديك عبارة جميلة: لا أتشاجر مع أحد بعد اليوم. اجعلها عنوان حياتك، ألا تتشاجر مع أحد بعد اليوم حتى يحبك الجميع. السؤال الرابع هو الخط، وقد مر بنا كيف نقوم بحل هذا الخط ونسخه بخط جميل. العبارة تقول: المسلم يعفو عمن يظلمه. هي عبارة اجعلها نصب عينيك حتى تكون متخلقا بهذا الخلق العظيم وخلق العفوي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ كما قلنا بالكتابة بالسطر الثاني وهو الأحمر. إذا كان الحرف طويلا من أعلى يصل إلى فوق، إذا كان طويلا من أسفل إلى هذا الخط الوهمي وعبارة عن النقط، إذا كان طويلا أقصر كالميم والحاء والخاء والغين إلى آخره، يكون إلى الخط الرابع. بعد ذلك يأتي دور الأسرة الكريمة. يقوم أحد أفراد أسرتك الكرام بإملائك فكرة إملائية من الوحدة السادسة، أي فكرة يختارها، وعليك عزيز الطالب أن تقوم بضبطها بالشكل وبخط جميل وعلى السطر ومع مراعاة الجمال وحسن الخط وجودته. أوراق العمل هي بالنسبة للوحدة الخامسة، تقوم بحل هاتين الورقتين. قمنا بحل الورقة الأولى، أعد حلها عزيز الطالب، والورقة الثانية أترك لك حلها بنفسك. الورقة الثانية خاصة بي، الوحدة السادسة قمت بحل الورقة الأولى، أعد حلها، وعليك أن تقوم بحل الورقة الثانية، وسأصل إليك مع الفيديو PDF لهذه الأوراق لتقوم بحلها وإرسالها لي. التكاليف المنزلية: قم بحل الاختبارين وأرسل لي فيديو لقراءة كل سؤال وإجابات. اقرأ السؤال وأجب عليه فيديو، كل سؤال على حدة أو إجابة للورقة كلها كاملة حسب ما يتيسر لك. أريد أن أراك وأنت تقرأ السؤال وأسمعك وأنت تجيب عن هذا السؤال بفيديو. صورة لقطعة الإملاء التي قام بعض أسرتك الكرام بإملائك لها مع مراعاة جمال الخط ورسم الحروف على السطر والالتزام بالتشكيل. ولهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم. نسأل الله عز وجل أن يكتبكم من السعداء ومن الناجحين المبرزين المتفوقين النابغين، ونسأل الله عز وجل أن يكتب لنا الأجر والإخلاص. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.